أول شي عنا نص كيلو لحمة مفرومة، بصلتين صغار قطعتهم بهيدا الشكل مربعات صغيرة، كمان عندي 4 حبات بطاطا حجم وسط قطعتهم بهيدا الشكل. بدي اقلي البطاطا أول شي، عم حمي الزيت ليحمى ومنقلي البطاطا. بقلب البطاطات بس قليت البطاطا شي خفيف بهيدا الشكل، هلا بشيلن وبحط مقلة تاني. لما البطاطا يبقى لونها هيك ابيض ما تاخد لون. بنفس الوقت اللي عم بقلي فيه البطاطا منبلش بالحشوة. بحط البصلة اول شي، كمان زيت نباتي، حطيت حوالي 4 معالق طعام زيت نباتي، رشة ملح خفيفة، منقليهم مع بعض على الغاز. بس قلت البصلة بهيدا الشكل شي بسيط، هلأ تضيف اللحمة. ضيف ملح، صلصة البندورة ملعقة، 2 فلفل أسود نص ملعقة صغيرة، 7 بهارات كمان نص ملعقة صغيرة، 1 كوب ماي كبير. هلأ بتركن يغلوا مع بعض حوالي 7 دقايق. بعد مرور 7 دقايق هلا اطفي الغاز، صار عنا هيدا الشكل. بحط البطاطا بالصينية، كمان بضيف الخليط اللي عملته انا وياكم، إذا بتحبوا الحار ممكن تحطوا حار بقلبه. كمان عندي 2 بندورة حجم وسط بحطهم بهيدا الشكل على الوجه. بعتقد طلع عنكم صوت شي عم يغلي، طبخة عم تغلي، عم بعمل كمان مع هيدي الوجبة عم بعمل ورق عنب بحامض. هلا بدخلها فرن حامي على درجة 220 من الأعلى والأسفل. هيدي وجبة البطاطا أخذت بالفرن حوالي 10 دقايق، ما بتاخد معنا وقت كتير عشان البطاطا قليناها واللحمة مستوية وكل شي. هيدا الشكل النهائي، عملت عجنبة رز مع شعيرية بهيدا الشكل، بتتقدم مع رز إذا حبيتوا بهيدي الطريقة. ومنحط على جنب الرز من البطاطا، شايفين شكلها بشهي، شكلها ولا أروع من هيك. وجبة كتير طيبة وسهلة وبسيطة بدون ما ننقر البطاطا ونحشيها بهيدي الطريقة، أسهل طريقة عملت لكم إياها. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي. هيدي طنجرة الورق العنب اللي قلت لكم عنها، الصوت اللي كان عم يطلع انا وعم بعمل الفيديو كنت عم بعمل كمان ورق عنب بحامض. بتمنى ما تكونوا انزعجتوا من الصوت.